كثير من المودمات اللي تجي من شركات الاتصالات تكون تغطية الوايرلس فيها سيئة، فيلجأ الناس إلى شراء راوترات أو مقويات شبكة من شركات أخرى، والأغلب من الناس ما يعرف أنه في راوترات ومقويات شبكة من شركة أبل تتميز بتصميمها الجميل ويحمل فلسفة أبل وإعداداتها سهلة وبإمكانك القيام بها عن طريق الآيفون، لكن يعيبها أنها سعرها مرتفع. راح أتكلم في التغريدات القادمة عن راوترات أبل وكيفية إعدادها. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه في الردود على هذه التغريدة. راوترات أبل تأتي بثلاث موديلات. الموديل الأول Airport Time Capsule يتميز بوجود هارد ديسك داخلي سعته 3 تيرا بايت وسعره 1500 ريال. الموديل الثاني هو Airport Extreme، نفس التايم كابسول لكن يأتي بدون هارد ديسك داخلي، لكن بإمكانك توصيل هارد ديسك خارجي عن طريق فتحة USB وسعره 800 ريال. والنوع الأخير هو Airport Express، وأنا ما أنصح فيه لو كانت مساحة البيت عندك كبيرة لأن الوايرلس فيه إن وسعره 400 ريال. ولو استعرضنا شكل التايم كابسول أو الايربورت اكستريم، فمن الأمام في عندنا مؤشر الضوء، فلو كان باللون الأخضر معناه أن الجهاز يشتغل بشكل سليم، ولو كان باللون البرتقالي معناه أن الجهاز يحتاج تحديث أو في مشكلة في الإعدادات. ومن الخلف في عندنا مخارج الشبكة لتوصيل الأجهزة الخارجية ومخرج USB لتوصيل الطابعة أو الهارد ديسكات الخارجية. وأول ما تشتري الجهاز والطلعة من الكرتون، كل اللي عليك أنك تشبك الكهرب من هنا وتشبك سلك الشبكة بين المودم والجهاز وتبدأ في الإعدادات.